تحية لكم مشاهدينا الأعزاء وطاب مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج من عمان. هل سمعتم متابعينا الأعزاء بما يعرف بسياسة الإغراق والدعم والزيادة كمصطلح يستخدم في الأوساط الاقتصادية؟ في الحقيقة هذا الموضوع أيضا هناك جهود كبيرة تبذلها أيضا السلطنة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للحد من ظاهرة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات. نقترب من هذا الموضوع مع ضيفنا عبر هذا الاتصال المرئي مع بدر بن بارك الحجري رئيس قسم مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. بدر مساك الله بخير، أهلا وسهلا بك. مساك الله بالنور أخي العزيز، كيف الحال؟ شخباركم؟ حياك الله الأخ بدر. خلينا في البداية نتعرف من خلالك على هذا المصطلح سياسة الإغراق والدعم والزيادة على المستوى الاقتصادي. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. أولا مثل ما تفضلت أنت أخي، طبعا هناك يوجد سياسة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات. هي طبعا هذه الممارسات تنقسم إلى ثلاث أقسام، منها الإغراق والدعم والزيادة في الواردات. وبشكل مختصر هذه الممارسة على سبيل المثال الإغراق يعرف عند قيام دولة ما بتصدير منتجاتها بأسعار منخفضة جدا مقارنة بالأسعار المحلية. أيضا توجد معنا المنافسة اللي هي الثانية، الزيادة في الواردات. أنا أحاول طبعا أخي أعطي الفكرة بشكل مختصر، هي كونها هذه كل ممارسة طبعا تحكمها اتفاقية مستقلة. طيب. وتنظم هذا الجانب. الإغراق مثل ما ذكرت هو مختلف، ودائما أتصور بين المجتمع بصفة عامة أو المستمعين الكرام يكون في خلط في تفسيرات هذه السياسات. الوقاية أيضا معنى زيادة في الواردات هي عندما يتم ضخ كميات كبيرة ومفاجئة في السوق المحلي دون مبرر، وبالتالي دون شك يحدث ضرر جسيم للصناعة الوطنية. نأتي أيضا للسياسة الأخرى اللي هي سياسة الدعم. سياسة الدعم عند قيام دولة التصدير أو السلعة التي يتم على سبيل المثال تصديرها من دولة A إلى دولة B، فتتلقى هذه الصناعة دعم يصنف في إطار اتفاقية منظمة التجارة العالمية دعم محظور، ويتمثل اشتراطات هذا الدعم يتحقق، بمعنى إذا تحقق فائدة لمتلقي الدعم. طيب بدر، كيف يتم قياس مستوى الإغراق؟ يعني ما هي الآلية لقياس أنه هناك إغراق في السوق نتيجة الواردات من البضائع الفلانية؟ ممتاز، سؤال أتوقع ما شاء الله عليك كأنك شغال في المجال. هذا السؤال الجميع يطرحه دائما، مسألة قياس الإغراق. طبعا في توجد أكثر عن عنصر في مسألة قياس الإغراق والضرر وإلى ما آخره. في التحقيق هذا طبعا في تحقيقات تستغرق إلى 12 شهر في ظروف استثنائية تمتد إلى 18 شهر. طيب. أنا بلخص المسألة هذه، مسألة الإغراق أو تتمثل في هامش الإغراق. القياس يتمثل في هامش الإغراق، بمعنى عندما يتم تصدير منتج ما بسعر على سبيل المثال ريال. طيب. مقارنة بالمنتج الوطني يباع على سبيل المثال ريال وخمسمائة بيسة، فهنا الخمسمائة بيسة هي تعتبر هامش الإغراق. طيب. في معنى عنصر مهم يؤخذ في الاعتبار، يتم قياس الإغراق أيضا بسعر المنتج في بلد التصدير. في بلد تصديره يتم أخذ السعر
ويتم بالتالي مقارنة مع التكلفة، تكلفة التصدير وإلى آخره. طيب ما هو الإجراء الآن؟ الإجراء للحد من هذا الإغراق فيما يتعلق الآن بالمثال الذي ذكرته الآن بالسعر مثلا المنتج أغلى، السعر هنا المحلي أغلى عن المستورد، فما هو الإجراء المتبع؟ هو دائما تكون مثل ما ذكرت، هي تكون في اشتراطات وفي عناصر معينة. إذا السعر الوطني هو قد يكون في الواقع مع مشاكل إدارية للمصنع منتج السلعة، والارتفاع نتج عن سوء إدارة، فهذه في هذه الحالة لا يطلق على المنتج الأجنبي على أنه يمارس سياسة الإغراق، طالما المنتج الوطني يواجه مشكلة داخلية. ولكن إذا يعني بشكل عام أمور المصنع الوطني أو المحلي لا توجد معه أي مشاكل إدارية، ولكن في السوق يواجه منتج يمارس سياسة الإغراق بشكل مقصود لإزاحة هذه الصناعة، طيب طبعا هذه يتم التحقق منها مثل ما ذكرت لك، اللي هي القيمة العادية. هامش الإغراق هو في معنى الهامش الإغراق لازم يكون 3% إلى 2% يعتبر سياسة متاحة ومنافسة عادلة. ولكن إذا تعدت نسبة 3% في هذه الحالة يعتبر المنتج الأجنبي يمارس سياسة الإغراق. إذن عملية تفصيلية وفيها كثير من الجوانب وكثير جهود أيضا أكيد من المعنيين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. باختصار بدر، فيما يتعلق بالقانون الذي يعني ينظم موضوع الإغراق. نعم طبعا صدر في معنى حنا القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بموجب المرسوم السلطاني 20/2015. هذا المرسوم صدر في عام 2015، صادقت عليه جميع دول مجلس التعاون. القانون هذا ينظم 3 اتفاقيات في إطار منظمة التجارة العالمية، اللي هي الدعم والإغراق والوقاية. تم في إطار هذا القانون اتخاذ العديد من القرارات بشكل جماعي فيما بين دول مجلس التعاون، وتم أيضا فرض رسم على العديد من المنتجات المستوردة من الأسواق الأجنبية للأسواق الخليجية. نعم. شكرا جزيلا لك بدر على كل هذه التفاصيل. نعم، وإن شاء الله تكون لنا فرصة أخرى أيضا للحديث عن تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بهذه السياسات إغراق في السوق. شكرا جزيلا لك بدر بن مبارك الحجري، رئيس قسم مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. شكرا جزيلا. متابعينا الأعزاء، بعد قليل سنتكلم أيضا عن دراسة حول تطوير الكوادر البشرية الوطنية تجريها أكاديمية مدائن الصناعية. ابقوا معنا. عشاق ذاكرة وتزيد الأشواق ويثور